محمد صلاح لعيب مهم جدا 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 لاي منتخب في العالم. حكام هنا بيبقى عليهم ضغوط وبيقلقوا، انت تدفع فلوس عشان تلعب في نادي الزمالك. ابو جبل منذ ان ترك الزمالك اصبح لا يفكر في كره القدم من وجهه نظره. رمضان ده لو في الاهلي وتم استبعاده كان هيحصل ايه؟ ياسر ابراهيم اتظلم ظلم كبير جدا. شكرا على الصفقات الجديده اللي هتقوم الزمالك على حيله. هو الاجهاد ده مرتبط بالاهلي بس؟ بس خلاص. دي كانت تصريحات الكابتن خالد غندور اللي النهارده لازم هنساله عليها. مشرفني منورني. ازيك كابتن سيف، وسلام عليك وسلام على كل الساده المشاهدين. اخبارك ايه؟ كله كويس؟ الحمد لله. جايز ايه تودينا في الراديو؟ الحمد لله يا رب. انا عندنا كل يوم ان شاء الله باذن الله. عاملين برنامج كل يوم ان شاء الله من الاثنين لثلاثة ان شاء الله، والراديو انت عارف بقى حاجه ممتعه بالنسبه لنا. طبعا يا رب ان شاء الله. وان شاء الله انت كمان تتالق باذن الله. يا رب كالعادة الدنيا بالتوفيق يعني. بالتوفيق ليك وليها ان شاء الله. الله يخليك حبيبي. انت قلت ان ابو جبل ساعة ما ساب الزمالك ساب الكورة. مش تصريح قاسي ده؟ لا مش تصريح قاسي، لان يعني انت تعرف دايما هو ابو جبل وصل لسن 34 سنة. فاما بتوصل للسن ده المفروض ان انت بتكون في شيء تصاعدي. خصوصا بعد كاس الامم الافريقيه اللي اقيمت في الكاميرون، كان من المفترض ان ابو جبل بقى يكون على رايك كده ايه حته ثانيه. في حته ثانيه خلاص انت رحت في اعلى قمه ومستوى لحارس مرمى، لدرجه ان حراس مرمى العالم بقوا بيتكلموا عنه، لدرجه ان ادوارد ماندي اللي كان احسن حارس في العالم في ذاك الوقت قال انت لا تستحق احسن لاعب في البطوله. شوفوا الجون ده، شوفوا الجون ده. انا مش عارف هو لف ليه وعمل ايه، ايه ده، ايه اللفه دي؟ ده يعني ده هو لو واقف وبيبص على الكوره بس، واول ما تنزل دي بوكس. يعني لو عدتها تاني انا ما اعرفش ايه اللفه دي. يعني حتى لو الهوا ضدك، حتى لو الكوره بتلف، انت باصص في السماء ومستني الكوره تنزل فين، وانت بطولك اللي تخطى ال 190 سنتي هتطلع بالبوكس تلعبها على اليمين او على الشمال، وخلصت القصه وخلصت الحكايه والماتش. بص اهي الكوره اهي، طبعا هي فاول اساسا. بص الكورة، اقف بقى، انت بتلف ليه؟ انت بتلف ايه اللفة دي؟ ايه اللفة دي؟ انا مش فاهم ايه اللفة دي؟ يعني انا ما فهمتش يعني انت. ولكن في النهاية هي الاخطاء واردة، لكن هو فكر تفكير غلط، راح مضى للنصر السعودي. خد بالك ابو جبل مش قصة الاهلي بس يا كابتن سيف، مش قصة ان الاهلي خلص والاهلي اتفق مع ابو جبل وبعد كده رجع في كلامه. ده النصر خلص واتفق مع ابو جبل ورجع في كلامه. يعني يعني انت يوديك القصه ايه؟ ان مين الغلط فين؟ غلط في الانديه ولا غلط في ابو جبل نفسه؟ رايك يعني انا دلوقتي نادي الزمالك عايز اجدد معاك، فابو جبل معلش بكره مع بعده، اصل انا عندي معرفش ايه، اصل انا ورايا ايه، اصل انا طب تعالى الساعه 2 ما اجيش، فاخوي يتكلم معلش اصل هو مش فاضي، طب انا اللي هاجي اتفاوض، ويطلع القصة كلها انه ماضي في ايه؟ في نادي النصر السعودي بمبلغ محترم. ايه المشكلة ان بني ادم يكون صريح؟ ده احتراف. انت شايف ان هو من ساعة الخطوة دي اما هو دلوقتي خلاص بعد كده معلش مع احترامي يعني مع احترامي وكل الاحترام والتقدير لنادي البنك الاهلي. بقى ابو جبل بعد ما كان احسن حارس في افريقيا واتحط في تصنيف من افضل حراس العالم بعد كاس الامم الافريقيه في الكاميرون، حد كان يتصور ان الخطوه اللي بعد الزمالك هي البنك الاهلي؟ يعني ايه الخطوه اللي لا الزمالك لا تروح بقى احتراف حتى وانت كبير في السن كده، تروح احتراف حتى لو في انديه هي واضح ما مشيتش زي ما هو كان مخطط لها. طيب من وجهه نظرك من هو الحارس الاساسي لمنتخبنا الوطني في البطولة اللي جاية اللي هي يوم 18 الشهر ده؟ محمد صبحي او محمد عواد او احمد الشناوي. ما هو انا دلوقتي كان في حراس مرمى في المنتخب، كان في محمد الشناوي وكان في محمد ابو جبل وكان في احمد الشناوي وكان في محمد صبحي. صح مع فيتوريا. وجهة نظر العميد هتكون مختلفة. مصطفى شوبير ممكن يبقى رابع. يعني ممكن يكون حارس ثالث رابع في المنتخب، لانه حارس واعد بدا ياخد فرصته بعد اصابه الشناوي.
وبالتالي ممكن يكون حارس اللي هو الحارس صغير السن اللي جاي المنتخب يكتسب خبرات. حط كده الثلاثة الاول. ما انت لازم تاخد واحد من عواد وصبحي. لا واحد عواد عواد لصبحي. اه مين فيهم؟ مين فيهم؟ ومحمد بسام ومصطفى شوبير. انت حاطط مصطفى انت حاططهم بالترتيب كده زي ما هم. لو الاربعه لو الاربعه هيزن بقول لك كده. يعني من هو الحارس الاساسي لمنتخبنا الوطني في هذه البطوله من وجهه نظرك؟ محمد صبحي او احمد الشناوي. اديني اسم. محمد صبحي او عواد واحد فيهم اللي هيجي بس يعني محمد صبحي او احمد الشناوي بس هو على اصل مش انا مش انا اللي بقول ده الكابتن حسام حسن. لا قناعاتك انت رؤيتك يعني مش لا انت مش صاحب قرار. انت قناعاتي لو هو الافضل الاجهز اللي جاهز الفنيا واقف على رجليه او لو احمد الشناوي فنيا واقف على رجليه و حارس كبير لكن هو كان مصاب في كاس الامم كان بره يعني صبحي هو اللي كان موجود شويه هو اللعب الماتش الودي قبل كاس الامم فممكن يكون صبحي او وجهه نظر حسام حسن بقى انه محتاج عواد. ومين اللي هيقعد بكره صبحي ولا عواد؟ لا اعتقد عواد. عواد هو بيعمل ماتش وماتش انا حاسس كده يعني في كده ما هو ما انت ما عندك لعيبه مش متقيده في افريقيا في لعيبه بتلعب في الدوري في لعيبه بتلعب في افريقيا. ايوه انت دي مقتنع بيها؟ ما انت مشكله انت عندك اتنين حراس. طب مين هيلعب اهلي وزمالك؟ اتنين حراس قريبين من بعض. اهلي وزمالك مين اللي هيلعب؟ ما اعرفش بس هو اللي انا عارفه يعني ان المدير الفني اللي بتاع حراس المرمى بتاع الزمالك هو مقتنع بفكره ان الصبح بيعرف يلعب برجليه من ورا ودايما الاجانب بيبقى عندهم تايتل الجديد ده بندق ايه تايتل الجديد ده في المدير الفني لحراسه المرمى تايتل الجديد حراس المرمى يعني مدرب حراس المرمى هو مدير فني بتاع الحراس يعتبر يعني ف وكمان الاجانب بيميلوا دايما للطول يعني بيحسوا ان الطول ده ممكن يفيده ايه بس ما فيش فريق في العالم في روتيشن في حراسه المرمى صح لا في لعيب في حراس بيلعبوا في الكاس وفي حراس بيلعبوا في الدوري لكن ان انت في نص الموسم افريقيا دوري ماتش ما هو كابتن سيف مفيش يعني فريق بيبقى عنده اتنين حراس زي بعض دايما بيبقى نمره واحد عندك هو نمره واحد زي الشناوي ما هو الشناوي نمره واحد. رايك ايه في انتهاء ازمه كهرباء؟ خلاص اصدي للستار على الموضوع الزمالك خد فلوسه بالمصري وعايز اسال يعني برضو كتير قوي من الزملكاوي بيتكلموا يعني هو خد فلوسه بالدولار ولا خد فلوسه بالمصري يعني في النهايه الزمالك دي مؤسسه تابعه للدوله المصريه فالناس بتعتقد مثلا ان انا ماخد دولار اروح اغير في السوق السوداء يعني بالعكس ده ممكن الزمالك ياخد الفلوس بالدولار ويديها لمصر ويديها للدوله لو احنا في ازمه ماليه وياخد فلوسه بالمصري ان شاء الله يعني في قصدي يعني احنا حاليا مش في ازمه ان شاء الله ان شاء الله الوضع ابتدى يتحسن وان شاء الله واللي جاي افضل باذن الله لكن انا بتكلم على نقطه ايه البعض بيعتقد ان انا اخد فلوس واغيرها طيب نمره 2 في حد تاني برضو يحط في مكان المجلس الحالي طب انا ممكن كمان بدل ما اخد فلوسي دلوقتي اخدها بعد سنه يبقى يقعد يستأنف وما اعرفش ايه وكده وبتاع طب ممكن يكون الدولار نزل خالص صح. عن كده فعصفور في اليد وخصوصا الوضع المالي ابتدى يتحسن ما بيكون معاك فلوس انت بتعرف خطوه كويسه لجميع الاطراف من وجهه نظري كويسه الكهرباء وكويسه النادي الزمالك على الاقل اللعيبه اللي موجوده دي تاخد فلوسها في التوقيت السليم عشان ما يكونش عندهم فكر بره الملعب. الزمالك استفاد كويس من الصفقات الجديده؟ لا طبعا لغايه دلوقتي يعني لغايه دلوقتي هتلاقي اللي متالق مصطفى شلبي اللي متالق عمر جابر اللي متالق حمزه المسلوسي اللي متالق دونجا اللي متالق ناصر منسي اللي سامسون اكيونولا لكن هتلاقي مثلا لعيب زي ناصر ماهر هو اكتر اللعيبه الصفقات اللي في ماتشين اثبت ذاته واثبت ان هو لعب ولايق على نادي الزمالك وان هو هيكون صفقه مهمه جدا. عبد الله السعيد لسه لغايه دلوقتي لعبه نمط يا كابتن سيف يعني عبد الله السعيد ايه اللي بيميز عبد الله السعيد عن بقيه لعيبه مصر ان هو لعيب عنده رؤيه انه لعيب بيعرف يلعب يعمل باس بهدف انه بيعرف يشوط من بره ال 18 ان هو يكون متحرك انه يكون بيربط ما بين الخطوط لغايه دلوقتي عبد الله محتاج ماتشات كتير عبد الله بيلعب الكرة السهلة اللي الكرة بتجيله بيباصيها يمين بيباصيها شمال بيقف بيباصي قدامه لسه ما عملش
الحاجات الاكستريم المختلفه اللي هي بتاعت اي لاعب مختلف يفرق مع الفرقه. اعتقد المباراه القادمه وهي مباراه النادي الاهلي هيبان معدن اللعيبه الكبيره في الماتشات الكبيره وعبد الله من اللعيبه الكبار، لكن لغايه دلوقتي هو يعني عايز. مين الاجهز لمباراه الكاس من وجهه نظرك فنيا؟ اجهز الاهلي. الاهلي طبعا اجهز، لان الاهلي عنده استقرار فني مع مدير فني اسمه كولر بقاله سنتين. زمالك غير اكتر من مدير فني، الاهلي عنده استقرار في لعيبه وعنده اماكن كتيره. يمكن غياب بعض اللاعبين هيكون مؤثر، زي اليو ديانج، زي ياسر ابراهيم احسن مدافع في مصر دلوقتي من وجهه نظري، عنده بعض الاصابات اللي هتغيب، لكن في نفس الوقت الاهلي عنده لعيبه كتير. الزمالك بقى عنده التحدي، عنده التحدي ان هو بقى ازاي اللعيبه الجديده مع اللعيبه القديمه مع المجلس الجديد، ان هم اول مباراه قمه يعني البطوله. وخصوصا كمان خد بالك كمان النادي الاهلي غير ياسر ابراهيم محمد الشناوي قيمه كبيره يعني. طبعا مصطفى شوبير ده اول مباراه قمه ليه، ماشي كويس جدا، لكن هتكون في خضه شويه يعني. يعني محمد الشناوي بس قلنا الكلام ده كتير ما حصلش، تقيله يعني. يعني قلنا طبعا الشناوي في حته ثانيه، بس قلنا كتير ان في خضه لمصطفى وحتى الان ما جاتش. لا كابتن سيف، انت مصطفى لعب ضد ميديابا، لعب ضد شباب لوزداد، ولعب نهائي افريقيا قبل انا عارف. لكن انا قصدي ان الماتش القمه ده مختلف شويه، بجمهور باجواء مختلفه يعني. ومن هنا كابتن سيف قبل ما تطلع فاصل يعني عايز اشكر المملكه العربيه السعوديه واشكر مصر واشكر العلاقات الطيبه اللي ما بين الدولتين طبعا. حاجه جميله جدا يعني. خد بالك المملكه العربيه السعوديه الفتره الاخيره دي بتتجه انها تطور من نفسها في جميع المجالات ومنها المجال الرياضي، فبتستقبل بطولات كبرى في جميع الالعاب. فرأت المملكه العربيه السعوديه ومتمثله ايضا في المستشار تركي آل الشيخ ان الزمالك والاهلي او الاهلي والزمالك دول قمتين في الوطن العربي، ولدرجه ان الفيدباك على ماتش الزمالك والاهلي واستقبالهم لاول مره نهائي كاس مصر يكون خارج مصر، ان الاقبال على التذاكر فاق اي ماتشات. تعرف المده اللي اتباع فيها التذاكر قد ايه؟ انت تتوقع قد ايه؟ اقل من ساعه. 3 دقائق نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل. ما هي اقل من ساعه برضه. نرجع تاني بقى نشوف نناقش شويه منتخبنا الوطني. كابتن حسام وكابتن ابراهيم، رايك ايه في تعامله مع قصه صلاح ورد ليفربول وشايف المساله ازاي؟ والله يا جماعه احنا يعني مش عايزين نكبر المواضيع. ليفربول نادي اللعيب بتاعه بمبالغ من اغلى لعيبه العالم يعني، فهو بيستثمر في اللعيب بتاعه. اللعيب بتاعه كان مع منتخب بلاده اصيب، الناس ابتدت الناس هنا يقول لك ده هرب، ده ما اعرفش ايه، ده كذا كذا. فوجئنا ان اللعيب، كل الناس اللي قعدت تقول هرب ومش هرب، الراجل ما لعبش غير ماتش واحد تقريبا ورجعت له الاصابه تاني. النهارده كان عندهم ماتش مهم جدا جدا، كسبوا في الدقيقه 98 نوتنغهام فورست. عنده ماتش مصيري ومن اهم الماتشات سيتي. مع يعني الشهر ده في الارسنال هيلاعب مانشستر سيتي، ويوم الاحد اللي جاي ليفربول هيلعب مع مانشستر سيتي. الكلام اللي بيتقال ان ليفربول بتطلب عدم ضم صلاح. لا مش بتتقال، ده بعته رسمي لاتحاد الكوره. ايوه بتطلب عدم ضم صلاح المعسكر ده لانه مصاب. فانت يوم الاحد اللي جاي، يوم الاحد اللي جاي هيكون اهم ماتش لليفربول. فلو صلاح غاب عن هذا اللقاء يبقى صلاح مصاب. خلاص يعني الموضوع مش صعب يعني. تمام. يعني وانت كمان مش هتجيب صلاح عشان خاطر تغتت عليه او تغلس لا عليه. لا هو كابتن حسام هو مصاب ولا مش مصاب؟ لا وحتى لو مصاب هم كابتن حسام عايزه يبقى موجود في اول معسكر يعني. هو تصريحاتهم كده النهارده هو عايزه يبقى موجود، الجهاز الطبي برضه يكشف عليه يطمن عليه يبقى موجود مع اللعيبه ككابتن فريق، وبعد كده لو عايز يرجع يتعالج ماشي مفيش مشكله يعني. ان هو يعني هو كده كده ممكن يجي يقعد يوم يومين في المعسكر. على فكره مع البدري تاني. حصل كده. ايوه ممكن يجي يقعد يوم يومين. انا قصدي ايه؟ ان احنا عايزين نعمل قيمه للاعب يعني. اللاعب بس احنا عايزين كمان نعمل قيمه للمنتخب.
ما هو قيمه المنتخب يعني ملهاش علاقه. المنتخب كبيره بص، بس انت برضو لازم خلاص تبتدي في حاجات تتعامل فيها. منتخب مصر اسم كبير، قيمه كبيره جدا، فلازم برضو كابتن. كل اللعيبه يبقى في التزام. كابتن محمد صلاح قيمه كبيره أكيد. محمد صلاح ولا عمره هيكذب ولا عمره هيهرب صح، ولا عمره هيتخاذل. فانت بيكون عندك ثقه في اللاعب لانه بيحب بلده وبيحب المنتخب صح. فما يكون مصاب بس ما تحسسنيش ان ايه، لا بقول لك ايه انت ماشي، تعالى بقى وتعالى تعالج عندي وانا هكشف عليك يعني ده. كانك تحسسني على فكرة ان انا يعني ايه مريب. على فكره تعالج هناك، تعالج عندي، احنا عندنا جهاز طبي كبير. لان احنا برضو في وقت من الاوقات شككنا وقلنا اصل ليفربول، طب ما هو ليفربول ادوا اوكي ان صلاح ينزل، نزل الماتش الاصابه رجعت. ده لو هنا كابتن او هنا مع منتخب كابتن سيف مع كل احترام الدنيا هتقوم مش كل احترام والتقدير ليك اتفضل. معظم اللعيبه اللي بتصاب في الزمالك والاهلي اللي هم بونبونايه المصري بيروحوا فين يتعالجوا، يعملوا عمليات فين؟ فين بره يعني في المانيا تمام تمام. طيب بعد ما بيعملوا بيعملوا التاهيل والعلاج الطبيعي فين؟ هنا في مصر يعني. ما بيروحوش في ما بيروحوش في الامارات، ما بيروحوش سباير، ما بيروحوش المانيا. نسبه كبيره جدا بيتاهلوا هنا في مصر، وفي نسبه كبيره جدا بيتاهلوا بره. كل واحد وليه وجهه نظر ماشي، بس احنا إيه حاجتنا يعني؟ احنا حاجتنا في الاخر انا بقى مش قليله. انا بقى عندي اللعيب بتاعي اللي بيلعب في مصر بخليه يعمل عمليه في المانيا، واللعيب بتاعي بيتاهل في دول تانية. انا عندي اللعيب بتاعي اهم لعيب هو اساسا بيلعب بره وبيتاهل في النادي بتاعه اللي هو عنده جهاز طبي وعلاج على اعلى مستوى. يا خالد ما هو اعلى مستوى الراجل يعني؟ لعب ماتش ورجع برضه الاصابه تاني، يعني ما كانش المفروض برضه يلعب. ما هو الاصابه دي معلش، ما الاصابه دي الاصابه دي بتاعت ربنا. ما هو ماشي، ما هو انا 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 في النهايه انا في النهايه كل اللعيبه بتتعور في انجلترا وكل اللعيبه بتتعور في مصر. احنا لو رحنا لسكه بره يبقى قضاء وقدر والنصيب وكده وبتاع، لو جينا في سكه هنا كويس لا. يبقى سوء تقدير و كابتن سيف. طب ما احنا عندنا هنا لعيب بيجي له صليبي ماشي. ويرجع بعد ربع ساعه يجي له صليبي تاني تمام. ويرجع يقول لك بقى الملاعب وحشه، اصل ما اعرفش يعني الاصابات ايه تمام. اصل العلاج الطبيعي غلط. كابتن خالد كل لعيب يختار اللي هو عايزه، احنا عندنا اجهزه طبيه هنا على مستوى عالمي ومفيش حد قال بس مفيش حد مع كل احترامي لكل الناس. بص انا بروح لافضل مستوى ممكن يوديني ان انا اتعالج بسرعه، ان انا ارجع بسرعه، ان انا اصابتي تخف بسرعه. فانا هو خلينا هو يعني في ثقه من حسام هو في محمد صلاح هو في ثقه صلاح لحسام. ربنا يا رب يا رب ما يطلعش فيه اصابه ويلعب صلاح الماتش اللي جاي ويجي، حتى لو ما لعبش وجه في التجمع اللي جاي يوم واحد بس هيقفل ابواب كتير جدا، وبعد كده يتكل على الله يروح وتمشي الامور بشكل كويس. انا متفق معاك لان ده اول تجمع لحسام حسن صح. فالمفروض محمد صلاح يكون موجود يجي يسلم على حسام ويتعرف على الجهاز الفني ويبلغهم بالورقه الطبيه رسميا من ليفربول، يقعد يوم ويرجع تاني. انني خارج تشكيل كابتن حسام، كوكا خارج تشكيل كابتن حسام، محمد شريف بينضم. وجهات نظر المدير الفني هنفضل طول حياتنا نختلف ونتفق على ان ده استبعد ده ليه وده جاب ده ليه، ده وجهه نظر المدير الفني هو اللي بيختار. فنيا رايك انت؟ فنيا انني مشكله النني ان هو ما بيشاركش مع الارسنال خالص تمام. نهائي فهو لا يشارك الا في التدريبات فقط وبيجي يلعب مع منتخب مصر. قيمه النني انه بيلعب في الارسنال وانه يشارك. مين في الاهلي نفسك تشوفه مع المنتخب؟ وحسام حسن اكيد بيتابعنا يعني. لا بص الاهلي كل فرقته في المنتخب. انت مين لاعب يعني؟ انا بحب ستايل والله مبازر مش عارف ليه ما بيلعبش كتير يعني. بحب كريم فؤاد بحب احمد عبد القادر. كريم فؤاد بحس ان هو لعيب متطور يعني. هم دول جاهزين المنتخب دلوقتي؟ جاهزين لا مش جاهزين المنتخب. لا لا هو ما بيلعبش احمد عبد القادر. مين دلوقتي تقول لك كابتن حسام ده اساسي معاك من الاهلي؟ اصل هو خلاص ما في، ما انت عندك عبد المنعم وعندك مصطفى شوبير ممكن يبقى رابع. ما هو كلهم موجودين في المنتخب. طيب يعني عندك محمد هاني، عندك اسمه ده نص الملعب مروان عطيه، ما عندكش حد تقول له كله يعني هناك يعني. يعني في الزمالك مين نفسك تقول له يعني ده لازم يكون موجود في المنتخب يا كابتن؟ في المنتخب هو طبعا والله انا بحب جدا رغم الناس كتير ممكن تعترض على كلامي، بحب اوباما قوي وحاسس ان هو لعيب تكتيكي على فكره. الجهاز الفني اللي فات واللي قبليه شايفين ان اوباما من اهم اللعيبه التكتيكيه في مصر. الجهاز الفني المنتخب ولا الزمالك؟ الزمالك. ان من اهم اللعيبه تكتيكيا في مصر بيعرف تحطه. يعني اوباما ظلم بعدم انضمام المنتخب؟ لا هو مش ظلم، هو محتاج فرصه. محتاج فرصه.
نرجع بعد الفاصل نكمل حديثنا. نرجع تاني بقى ونكمل حديثنا. دي اول مواجهه ما بين جوميز وكولر، شايفها ازاي؟ طبعا هي مباراه قمه، مباراه صعبه نفسيا، والنتائج الاخيره بيتفوق فيها النادي الاهلي يعني. لكن المباراه دي ليها طابع مختلف، يعني هي مش مباراه دوري، هي مش مباراه تقام في مصر. الاجواء مختلفه، الملعب مختلف، الدوافع، اللعيبه، مدير فني جديد بيعتمد يعني اوراقه عند جمهور الزمالك، كولر بياكد تفوقه على الزمالك. فهي مباراه من وجهه نظري صعبه على الفرقتين يعني، ومش هتكون مباراه سهله لاي فريق. لكن التفوق النفسي للاهلي، لو جيت قلت مين الاقرب للفوز يقول لك الاهلي، لان هو اللي بيكسب، هو المستقر، هو اللي عنده مدير فني بقاله سنتين حفظ اللعيبه واللعيبه حفظته. فوز الزمالك هو اللي عنده يعني خبرات القمه. فوز الزمالك يعني جومز. له ايه؟ ايه فوز الزمالك يعني له ايه؟ لا شيء مهم جدا طبعا. فوز الزمالك يعني معناه ان لا، انا عايز سيناريو يعني. الزمالك كسب، الاهلي خسر، يعني الزمالك كسب بيوقفه على رجليه، بيقوي مجلسه الجديد، بيزود رعاياته، تمام، هيبت الزمالك بترجع بصوره كبيره جدا بعد خطوات ومطبات كتير. الاهلي خسر، الاهلي خسر هيتاثر اكيد بالخساره، لكن مش بنفس تاثير الزمالك، لان الاهلي واخد بطولات الفتره الاخيره فواقف على رجليه، فمنطقي وطبيعي ممكن يخسر عادي. الاهلي كسب، الاهلي كسب برضه بي بي بيحط رجليه بقوه، بيثبت اقدامه اكتر واكتر، ثقه لعيبته بتزيد. بص يا كابتن سيف، انت بتتكلم الزمالك خسر، انت بتتكلم، خد بالك، انت انا عايز اقفل بس حته دي وبعد كده نتكلم. ما انا هقول لك على القصه دي. الاهلي عنده كام لعيب في المنتخب؟ عنده كام؟ سبعه؟ سبعه منتخب. عنده معلول منتخب، عنده اليو ديانج منتخب، تمام، عنده بيرسي تاو منتخب. اذا الاهلي منتخب، تمام تمام. انت عندك الزمالك عنده مين؟ عنده فتوح، زيزو، وعنده زيزو، وعنده عوض او صبحي، صبحي كمان مش حارس اساسي في المنتخب. وبالتالي انت بتلعب منتخب وبتلعب لعيبه كويسه ولعيبه اضافات اضافها الزمالك فقوته، فالناس منتظر عايزه تشوف الزمالك بالصفقات الجديده هل هيكون قوي ومؤثر وله هيبه، ولا هيبقى النادي الاهلي هو اللي متفوق. ماذا لو الزمالك خسر؟ لو الزمالك خسر يعني هتاثر اكيد على مجلس الجديد، هتاثر على جوميز، هتاثر، لان قولا واحدا الزمالك لا يبحث عن بطوله الدوري. الزمالك مش هياخد الدوري السنه دي، فالزمالك فاضل له بطولتين، الكونفدراليه لسه بدري خد على الجمله، وكاس مصر لسه بدري. لا لا لا، احنا خلينا منطقيين، لسه بدري على الدوري يخلص. لكن الزمالك في اول 19 ماتشات خسران 3 ومتعادل 3 وكسبان 4 باين حاجه كده يعني في 10 ماتشات. لا ده وفي مركز دلوقتي ال 11 لا ممكن يتفوق ويروح. نادي الاهلي لعب 6 7 ماتشات يعني نمره 2 ولا 3 في الدوري. لا لا، الموضوع صعب مش سهل. نرجع بعد الفاصل نكمل حديثنا.
نرجع بقى ونكمل حديثنا على الأهلي. كولر رتب ترتيبته الهجومية امبارح في المؤتمر، قال مودست وسام كهربا أو كهربا مودست وسام، وسام مودست كهربا. وأنا طبعا يعني مع كل احترام والتقدير يعني لمستر كولر، بس أنا مش عارف هو على أي أساس بيصنف مودست أحسن من كهربا. ما اعرفش يعني ايه اللي مودست اثبته يعني يخليه احسن من كهربا. نمره 2، كتير قوي من الناس تقول سبب استبعاد كهربا ان هو حضر فرح اخته وما راحش ماتش بطل غانا. فطبعا حاجه لا منطقيه. في كل دول العالم المواقف الانسانيه بتبقى اهم من الماتشات. يعني احنا شفنا ياما، شفنا مره نيمار مثلا مراته بتخلف فساب الماتش وسافر، كريم بنزيما كان عنده مشكله سافر وساب الماتش. في اوقات اللعيبه بتبقى راجعه من فتره معسكر كبيره وبتنضم للانديه، فيقول لك لا روح خد اجازه وروح خد اسرتك وخد اجازه وخد اجازتك وارجع تاني، ورغم ان هم بيلعبوا ماتشات. فلا، المواقف الانسانيه مش هتخلي كهربا يتم استبعاده عشان حضر فرح اخته الكبيره يعني، لان اي بني ادم طبيعي ومنطقي لازم يحضر فرح اخته. واحنا عندنا الدوري المصري يا كابتن سيف، النظام الدوري المصري ولا بيخليك تعرف الماتش ده امتى ولا الساعه كام ولا هيتاجل ولا مش هيتاجل. فلو عملنا بقى بتاريخ قديم وحجزنا الفرح والقاعه قبلها 3-4 شهور، ممكن بعد كده تلاقي كل الماتشات اتغيرت والمواعيد اتغيرت. فانا اعتقد ان كهربا من وجهه نظري هو نمره واحد، رغم ان كهربا مش راس حربه، لكن اللي اثبته كهربا في ماتشات افريقيا والماتشات الاخيره وسام، ومودست هو رقم ثلاثة. انا عايز اقول لك ان صلاح محسن اللي مشي افضل من مودست. رايك ايه في وسام سريعا؟ لسه ما اقدرش ادي انطباع رايي، الراي هيديه بعد فتره. انت في لعيبه اديت رايك وهي في الطياره؟ لا خالص عمري، ده بالعكس، ده انت ده اللي كان بيدي رايه هشام قال لك سافيو ما بيفكرش مرتين، قلت له يا عم اصبر شويه. شرفت ونورتنا. شكرا جزيلا، بتشرف بوجودك دايما. شكرا كابتن سيف، وشكرا لكل المشاهدين. خلصنا حلقتنا مع الكابتن خالد غندور، بتشرف دايما بوجوده معايا، بشكركم شكرا جزيلا، اشوفكم بكره على الف خير.